بنرحب بحضراتكم معانا. عندنا فنانين ونجوم بنحبهم بشكل كبير قوي قوي، اسعدونا وامتعونا بادوارهم. فناننا اللي مشرفنا النهارده نجمنا الكبير اللي كان مفاجاه كبيره، ويعني ما فيش حد كده ما وقفش قدام الدور اللي عمله وتعاطف معاه وضحك معاه وبكى معاه. الدور اللي ما يتنسيش ابدا، اللي نقدر نقول عليه ان هو كان فتحه الخير على فناننا، وكان هو بطاقه التعارف او بوابه التعارف ما بينه وما بين الجمهور. دور طبعا سيد العمده في جعفر العمده، واكيد بتكلم طبعا عن النجم والفنان الكبير استاذ احمد فهيمي اللي مشرفنا النهارده في العالمين، ومش جاي لوحده لكن جاي كمان مع ابطال مسرحيه التلفزيون اللي بتتعرض ضمن فعاليات مهرجان العالمين. عن المسرحيه وعن سيد العمده وعن ادوار كتيره بيعملها ولسه بتتعمل كمان، ده اللي هنتكلم فيه النهارده مع الفنان النجم احمد فهيمي. يا استاذ احمد مساء الخير ومنور الدنيا. مساء الخير يا فندم، حضرتك اللي منوره يا استاذه لبنى، وبرحب بحضرتك وتحياتي لقناه الحياه ولكل مشاهدي برنامج حضرتك الجميل. اهلا وسهلا بحضرتك. بشكل شخصي باكد وبقول ليك معزه كبيره جدا جدا في قلوبنا، وانا شخصيا من اكثر الناس اللي بحب اشوفك واتابعك، واتفرجت على جعفر العمده اكثر من مره وسيد العمده وحركه الرجل على الرقبه اخبارها ايه؟ تمام والله الحمد لله، ليا الشرف طبعا وتوفيق ونعمه كبيره من عند ربنا. لا الاول عامله ايه اخبار الحركه ايه؟ والله مسيحة خلاص؟ لا خالص، ده لسه امبارح لحد امبارح في المسرحيه. هي انا بقول حركه الرجل، الناس بتطلبها مني ومعلقه مع الناس، والحمد لله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، وان حاجه بقى لها سنتين وعايشه لحد دلوقتي، والناس ده بتطلب منك بقى، الناس في الشارع كده وفي اي مكان بيقولوا لي انت بالبدله وهو بالكلسون، انت بالجزمه وهو يعني فاكرينها بالكلمه بالحرف. الحمد لله والله بتبقى حاجه جميله لما الفنان يعمل حاجه وتبقى معلقه مع الجمهور وفي ذهن الجمهور دايما، والجمهور بيفكروا بيها، فالواحد بيحس ان هو عمل حاجه اثرت في الناس. يا رب نكون قدرنا ناثر بالايجاب، ويا رب نكون على قد حسن ظن عند حسن ظن الجمهور. اكيد يعني. اكيد قلت من شويه سيد العمده كانت البدايه، طبعا كان في ادوار قبل كده انا عارفه، بس ده الدور القوي او الدخله القويه كده بقلب جامد قوي على الناس. فاحكي لي شويه عن سيد العمده والمحطه دي بالنسبه لك، او الدور ده بالنسبه لك فرق معاك قد ايه؟ فرق معايا كتير جدا، هو كان الجسر اللي عديت بيه للجمهور يعني. زي ما حضرتك تفضلتي ان كل الاعمال اللي كان فيها اعمال كتير قبل جعفر العمده، ولكن كان في حاجه ناقصه، كان في حاجه لسه يعني زي ما بقول لحضرتك الجسر اللي وصلني لقلوب الناس هو كان جعفر العمده، فده عمل من الاعمال العزيزه جدا على قلبي، وصلني بالجمهور، خلى الناس تعرفني بشكل مباشر، خلى الناس تعرف اسمي، يعني بيشوفوني في الشارع احمد فهيم. صحيح. فلا جعفر العمده بالنسبه لي هو زي ما حضرتك تفضلتي نقطه الانطلاق وجسر العبور لجمهور، عمل من يعني هفضل طول عمري افتكر جعفر العمده، ويا رب اكون عملت مسلسل كويس، ويا رب أوي أوي أوي. ويا رب يكون الجمهور راضي عني يعني. ما فيهوش كلام.